هنعمل الفراخ المحشية برز وكبد والقلوب أو الكبد والقوانص. معانا فراخ ومعانا كوباية رز. أنا عايزة الحلة يا ولاد، هاتوها لي. وعايزة عندي ثلاث بصلات حلوين كده، وعندي طبعا ثوم، وعندي فلفل حار. ده اختياري، ممكن يبقى قرن واحد او شويه من الفلفل البارد، مفيش مشكله. عندي ربع كوبايه من الصويا صوص، معلقتين من الزيت، عندي كمان معلقه سمن، ده اختياري. وعندي مكعبين مرق خضار، ورقتين لورا، وعود قرفه او شويه قرفه، ثلاثه مسمار قرنفل، عندي رشه حبهان، بابريكا، سبع بهارات، كزبره جافه، ورشه كمون، ملح وفلفل، واكياس حراريه. طيب انا هبدا اعمل كالاتي. هاخد كده الجلافز بقى عشان الفراخ دي اتغسلت كويس الاول بالملح ونضفناها، وبعدين بالليمون. خلاص هناخد بقى الفرخه الاموره دي، حتى لو هي يعني اهم حاجه وانتم بتشتروها بس قولوا له ان احنا هنحشيها، فما يبداش بقى يشرطها يمين وشمال والرقبه تطلع تعمل كده والحاجات الغريبه اللي بتحصل دي. طيب هاخد كده منديل بس انشفها الاول كده، ونشبك الدراعين الحلوين دول هنا. وانا عايزه بس حاجه اشوح فيها. جابها لي اهي، تسلم ايدك يا محمد، شكرا. هنحط الحله دي هنا كده تنشف شويه عشان نبدا نشوح الخلطه بتاعتها. خلاص انا هحشي مع حضراتكم دلوقتي شويه في الحشو اللي مجهزاه لحد ما تسخن الحله، ونشتغل في الحشو تاني قدامكم. خلاص ادي الحشو، شايفين بقى السبانخ على السخونيه بتفضل عامله ازاي، بتفضل تغلي ازاي. هي انا طافيه تحتها على فكره، شايفين ما بعد السوى، عشان كده بقول لحضراتكم ما تسيبوهاش تغلي كتير، يعني خلاص هي حاجات بسيطه. خلاص والحمص ده هتلاقوه استوى، احنا ناقعينه من قبل وهيبقى استوى جميل. تمام اهي، خلاص هنبدا بقى ناخد من الحشو ده. انا عندي الفرخه زي ما عملنا في الحمام، فاكرين في الحمام حررت هنا، شايفين بصوا ايدي فين، هنا عند صدر الفرخه. عايزين بقى تاكلوا فرخه ما فيهاش حاجه خالص، هجيبوا قطعه زبده، حطوا عليها شويه زعتر وروز ماري فريش، ورشه ملح، ورشه فلفل، وامسكوا الفرخه من تحت كده، وخلوا الزبده تبقى من تحت كله، وربطوها، حطوها في الفرن تستوي، وقولوا لي رايكم ايه في طعم اللحم اللي هيطلع. دي ابسط حاجه كده ولا في الخيال. طيب انا هاخد من الخليط ده، هحشي بقى جوه هنا حشوه حلوه، احشوا ما تخافوش. هقفلها بس مع حضراتكم الاول، وهاخد بقى في الجناب هنا. الله يرحمك يا ماما، كانت تعمل لنا الفراخ المحشيه دي قوي على طول، كانت غوياها قوي، يعني كانت من الاصناف الاساسيه. سبحان الله، زمان كان في حاجات كده مختلفه عنا دلوقتي، بس احنا بنرجع اهو تلف الايام ونلاقيها نعملها تاني. ولو الولاد ما درسوش الحاجات دي وبداوا يعني الثقافه دي هتندثر، مش هنلاقيها. بصوا حبة حلوين، ده ايه، عود قرفة، سيبوه مش هناخده ده هنا. ممكن الفرخة دي تبقى بطة عادي جدا، توصل لمرحلة انها تبقى بطة. والرز ده مستوي نص سوا، تلات ارباع سوا كمان، شايفين ازاي اهو كده. هنشيل ورقة اللورة دي، مش عايزينها اهو، شايفين هلفها كده عند الرقبه شويه. الرقبه هنا خلوا بالكم مقطوعه عندي، بس ايه مفيش مشكله، يعني ان احنا ندخل شويه نحشيهم من هنا. ممكن ازود كده، هزودهم من الناحيه دي احسن، زي ما عملنا في الحمام، هزق هنا عند الرقبه اهي، ودي هبقى اقفلها بتسبيك ولا حاجه. خلاص معانا مين؟ معانا دانا، حبيبتي دانا. الو، اهلا اهلا دندون. نعم، ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله. عامله ايه يا جميل؟ طيب يا رب دايما. عامله ايه، طمنيني. تمام يا رب دايما يا روحي. انا كنت عايزه اعرف طريقه النوتيلا. عايزه تعرفي ايه؟ طريقه النوتيلا. من عينيا بس كده. عيني يا دندون، انزل لك طريقتها على طول وتعمليها في الخلاط، سريعه وسهله. ايه رايك؟ اتفقنا؟ تمام. ماشي يا روح قلبي. شوف عظيمه قاعده دلوقتي محتاسه بتكتف الفرخه، يعني مش عارفه اقول لك ايه يا دانا والله. اهي
اهي. حاضر ناخد بس بكتف كتفتها عشان تبقى قليله الادب دي تقفل خالص. ايوه همسك بقى. بصوا دول بدي كده بخله السنان بس عشان ابقى قافله على البتاع واشيلها بعد ما تيجي. اهي هقفل بس هنا عشان ابقى قافله عليها كويس. خلاص الجزء ده بس، وده اختياري يعني مش شرط اهو. خلاص كده تمام. هنا في حته مقطوعه عندي، حضراتكم بقى تتلاشوها وانتوا بتطلبوا الفرخ. قولوا له من فضلك انا مش عايزه اجرح، زي ما بنطلب للحمام. ساعات هو بيبقى فاكر ان الحمام ده مثلا هيتحشي فيقول لك ايه يروح قاطع الجزء اللي فوق في الرقبه، فلا احنا مش عايزين كده. خلاص انا هاخد بقى صينيه، انا خلاص شلت ده والحله هنا سخنت قوي، وهاخد كده الصينيه دي. لو ما عندكوش عرفتوش تكتفوها اربطوها. هحط هنا، انا دايما بحب مع الكيس الحراري احط نقطه ميه او مرق عشان يدي طعم ونكهه، يعني يطلع عليه فيه نكهه كويسه. ممكن ميه او مرق. هاخد الكيس الحراري، الاكياس دي بتجيبوها من السوبر ماركت، في منها احجام لارج واكس لارج ودبل اكس وثلاثه اكس، تاخد لحد الديك الرومي. والكيس ده عادة بيبقى يعني صحي جدا للتسوية وقت طويل، وفي نفس الوقت سهل لأي حد بيبدأ يعمل الوصفة دي، سهل عليه، سهل على أي بنوتة وعلى أي ست بيت مستعجلة أو أي عزومة ترمي في الأكياس الحرارية وفي الفرن. بصوا الفرخة أهي هنحطها هنا. الكيس ده ياخد ممكن فرختين جنب بعض على فكرة. خلاص هقفل عكيس، هقفل الفرخة دي، ملهاش ضرر وصحية ليها كده، وبتخلي الأكل يستوي بشكل كويس. بصوا ممكن تتقفل كده، أنا والله هربطه زي العقدة كده، هعمله كده، هديله نغزتين. عارفين ليه؟ عشان ما ينفجرش، يطلع البخار اللي فيه. بسم الله، ادي نغزة، اتنين، ثلاث نغزات اهم يا مونتي. ماشي خلاص، عشان ما تقولش ان انا ايه، انا مشيت اهو على الوصف حالا. بسم الله. حراره الفرن المعتاده 180، لو عندكم الفرن حامي قوي يبقى 180، لو الفرن عندكم متوسط وحرارته كويسه يبقى 200، هيبقى شغال برده. خلاص قبل ما بتطلع، لو انا ما لقيتهاش خدت اللون هشيل الكيس وهسيبها تاخد اللون تحت الشوايه. خلاص هتطلع، هيشوفها مخرجنا دلوقتي هيجيبها لنا هناك، عقبال ما انا ابدا في الرز بقى واري حضراتكم انا عملته ازاي الحشوه الجميله اللي احنا حشيناها دي. بصوا الفرخه، وهنغرف بقى السبانخ كمان، بس نخلص الاول الحشوه بتاعه الرز بتاعنا علشان ايه، دي مهمه بالنسبه لي قوي. خلاص ادي الفرخه، بصوا شكلها جميل ازاي ما شاء الله. افتحوها بقى من النص كده، قصوها بالمقص اعملوها، وادي القفله اللي انا قفلتها شفت التسبيك. بصوا فضلت مقفوله ازاي اهي. تسلم ايديك، والتصوير جميل والله، شكرا ليكم. تعالوا بقى ناخد هنا البصل ونحمر الحبه الحلوين دول. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه زيت هنزل فيهم. اول حاجه البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه بصل حلوين كده اهو، وفصين ثوم، وهاخد معاهم رشة الملح والفلفل، وممكن أطعم بمعلقة سمنة صغنونة، سمنة بلدي. بصوا أهي، شايفين الجمال؟ هنزل بقى عليهم هنا الكبد والقلوب، والله لو انتوا عايزين قوانص ماشي يعني، لا ممكن، بس لو هتعملوا القوانص دي ملحوظه حلوه والله يا مونتي، تسلم والله، والله انت ما شاء الله عليك. لو حضراتكم هتجيبوا فيها قوانص يبقى تحطوا القوانص الاول تستوي، وتاخد نقطتين ميه او مرق
وبعد ما تبدا تدخل في التسويه هتضيفوا الكبد، لان القوانص تسويتها غير الكبد عشان ما تبقاش بتعضعض معاكم. انا هقول للامانه بقول كل حاجه ماشي. يبقى احنا كده تمام. هناخد بقى التوابل بتاعتنا، ننكه الحاجات القمر دي، وطبعا شويه الصويا صوص الحلوين دول، وادي كزبره، عودين قرفه حلوين، ورقتين لورا، المرق، بهارات، السبع بهارات بتوعنا الحلوين، رشة كمون، ما تكتروش الكمون، وادي الفلفل، وهنشوح القمر ده، شايفين؟ ادي الجمال. تقدروا بقى تحطوا رز، تحطوا مكانها، انا هنا عشان قلوب وكبد فبتستوي على طول، فانا مش محتاجة حاجة. طيب هاخد شوية الرز، مش حاطه لهم اي حاجه، انا الرز ده ما غسلتوش لانه من انواع الرز اللي ما بتتغسلش اهو. اصلا يتاكلوا لوحدهم كده، شايفين ازاي؟ معلش انا حطيت مرق، بس هاخد رشه فلفل كمان بس كده خلاص. يبقى شايفين الجمال، وهاخد من المرق اللي انا جبته من اللحم شويه صغيرين مش كتير بس كده اهم، شايفين ازاي؟ على نار هادية التلات اربع تسوية خلاص؟ ماشي الكلام؟ شايفين ازاي؟ اهم. هقفل بقى الحلة دي وهسيبها على نار تتشرب شوية الحلوين دول. وتعالوا بقى نغرف السبانخ القمر دي، شايفين لسه بتغلي حتى الان بس هديت وصلصلت مع نفسها ازاي. مهم قوي نسيب الاكل ربع ساعه كده قبل تقديمه ياخد ويهتاح وياخد من بعضه. بسم الله يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللوش تعالى يا قمر. ايوه المغرفه يا مونتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دي عين شغاله. لا بلاش، استنى نقلتها على العين الثانيه اصلي. بصوا الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. مين يشهد للسبانخ؟ مونتي حبايبي. معانا فاطمه من القاهره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. النهارده حلوه قوي. الله شوف الوصفه الحلوه دي. الله يسعد قلبك يا حبيبه قلبي. الله يسعدك. بتحبي السبانخ يا فاطمه؟ جدا. طب بالهنا والشفا يا روح قلبي، والله كان بودنا تبقي معانا. انا عايزه اعرف البيت ازاي بتتعمل لما بتبقى في الفطير. لا استني قولي لي تاني. السبانخ لما بتتعمل بتبقى في الفطير لازم تشوحيها الاول لوحدها وتصفي الخليط ده، بصل وثوم ورشه بقى من البهارات بتاعتك، ولو هتضيفي عليها اي نوع من انواع الخضروات تاني براحتك. اهم حاجه تصفيها كويس ما يبقاش فيها ميه. هتحطي معاها اجبان هتكمشها وتمسكها، بس اهم حاجه تديها الثوم وتديها رشه جوزه الطيب عشان تديكي طعم حلو في الفطير. خلاص تمام هجربها واقول لحضرتك. جربيها حبيبتي ان شاء الله صحه وهنا على قلبك يا روح قلبي. نورتينا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا روحي، منوره بيكي حبيبتي. اسلمي لي. بصوا كده اهو. يلا نقدم بقى الصبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض الليمون ده احنا عاملينه في القناه. بصوا الليمونه. تعالوا بس قربوا شويه كده. قربوا مخرجنا الجميل بعد اذنك والنبي. استنى ما اجيب لفظ تاني. استنوا عشان امسكها بقى. الليمونه القمر دي اللي ريحته روعه، واحنا بقى الليمون المخلل ده مع الاكله دي هتبقى اخر كمان، بس احنا هنعمل مخلل دلوقتي. بصوا الليمون، بصوا هي الليمونه ماسكه نفسها، بس بصوا طريه وجميله ازاي ريحتها بقى تجنن. لازم يعني اعملوا جربوا نوعيه الليمون ده اللي كامل اللي بيحبه، ما بقى ما خسش وما حصلوش حاجه وزي الفل. تعالوا بقى دلوقتي نستسمح حضراتكم، هوريكم بس بصه اخيره على الرز. بصوا اهو اللي احنا عاملينه، ريحه روعه. بصوا بسم الله اهو. المفروض اهدي النار بقى خلاص على حاجه بسيطه
ونسيبه لحد ما نبدا بقى نحشي بيه زي ما حشينا في الفرخه زي ما حضراتكم شفتوا بالظبط. هنستسمح حضراتكم بقى في استراحه ونرجع نعمل يعني ايه مخلل من المخللات المحببه لينا برده بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.